أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. إن حديثك ما أنت حكوسها بسنية هاي إن سيال سعطان تبنك قدام بيسي رمضانك وحكو جرت هبين إلهي سبحانه وتعالى بركه وليلة القدر والنبي عليه الصلاة والسلام والنوشي إن كره هذه تبنك قدام بيسا وترك ولي صدح كو إلى باطن صدح إلى باطن شيء إلى باطن يتضب إلى باطن يسغال إلى باطن ترى ذا أوكيسيقا. ولذلك وهبين وين وي هبين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسود جيوي. ولذلك سميت ليلة القدر وحلو معاب لقدر شرفها شرفت اللي يضحي وإلهي سبحانه وتعالى القرآن كنا نقول إن أنزلناه في ليلة القدر وحل سود جيوي القرآن كان وحل سود جيوي هبين كاس أي لسود جيوي. ولذلك وحل إلهي سود وكلا ليلة القدر وحلو معاب ننكي عمل صالح هبين كاس سمي إلهي وافجيو يزيد له شرفا وقدر قدر أي إلهي سبحانه وتعالى وزائدنا إن وليرها سيدك والحليرها إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا مقعب ليلة القدر. قرآن كان وينك بضن وشرفتي قرآن كان شرفت له أي لسو الدجهبين كاس مركا مقع قرآن كان لسيي وشرفت أساس يكو قادت ليلة القدر وحل قدرنا يو لوينينا يو قرآن كوينك يكو قادت وليرها أمو حليرها إلهي سبحانه وتعالى أي أمورت إلهي سبحانه وتعالى كالقدر أيو وليلة ليلة القدر وحلقوا مقعب وآيات القرآن كذا فيها يفرق كل أمر حكيم وعلى كلا جوينيا ما أمر كستو حكيم إلهي أكتيسة وكوكال جوينيا سوء لهم حفوظ كوكوريني هاي أيو إلهي سبحانه وتعالى هدنا ملائكتا الأغيسينا يا الله قيبنا يا أمر كستو سيدو يهي سيدو كلا فضي إلهي ذا قاسة وقفك مسلم كأهل إنو أغاد إيو ناكسنتهي كو فضي يدو حقا كافية ليرها أنها أنزل فيها القرآن إلهي القرآن كسود جير إن أزلناه في ليلة القدر هبين كاسا القرآن كان سود جير ليا سيدو كلا وحال قد يجي عمل كيلاذا هاي وحاليير خير من ألف شهر هل عمل هذا سميسو صالح أو صالحة عمل وناكسن قرآن كهبين كاس أغريسي دعاء الدعاء ستي إلهي درت استاكت صلاة صلاة الليل وصلاة تكتي وحاليير خير من ألف شهر عمل كيذا أي وحوك غير بذنية هاي كن صنع اللي أه سديتني يسدح مع الموت ينطو اللي قد مركي سنة الله حسابه هبين كاس وحوك وحالي هاي ليل القدر وحاك وحشرفت هذا وحاكم إذا هبين وحوي ملائكته أي وحي ملكي جوجي وحي كر جوجي سمد الجربة إن كل إسكو إيمانا يان ملك إسكو إيمانا يان أو جبريل سود دجاي أو ملائكة إله عليه تنزل الملائكة والروح جبريل سود دجاي أو ملائكة سود دجيسو وحليه مال أرض أكل رديك الملح أيور نبي عليه سلا سنة وجري سي عرير وتهبين كاس ملائكة سود دجيسو إلا إيو وحي جوجي سامركا إن وحليه محيق من يسام ملائكة وحرير يؤمنون دعاء مؤمن تذكر دعاء سنايو أي أمين ولا هسا أمين ملاك دعاء هذا ملاك أمين كتر كور مرك دعاء هذا ملاك أمين كتره ما حكى في عن صار دراد هذا يوحى ليه قفك مسلم كأنه كدة ذالو هبين كاس دعاء إنه كدة ذالو دعوين خاص أجر النبي نو شيء وإنه شيء قدونا لكن إنه قفك كدة ذالو دعاء بحياة الملائكة لنا إما تنزل الملائكة والروح فيها بأنر إلى عليه سلاما هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر إلا الفجر كطاهره ملائكة سيد وجوه سأرضى جوايان جبريل جوايان لك سود دجايو أو وحي آمين ورها يانا ليري نذكر دعاء سنايو إلهي سبحانه وتعالى من كاس حكمت مامي سلام نبض أجرت ليري سلام لك لن نبض أياك جرتو صمد نبض أياك جرتو أو إلهي سبحانه وتعالى وحليه ظلم عقابه سلام محيطه إلهي من كاس عقابه ما جرتو أحلى عقابه يا ملح والسلام أي الله ذحين ولذلك إن وحلي لها إن من حرم خيرها وينبع عليه فقط حرم ننك هبين كاس خير كإله كحرمه ننكاس وح لق حارن تقولني من ملح وح كستوا وب معناه قف كستوا وح كستوا قفين واي هبين كاس ديكو قفتو ليذ قدرك وحل ليه هاي قفك إن هبين كاس من قام ليلة ليلة القدر إيمان واحتساما قفر له ما تقدم قصائص كلا ليذ هذا وعلي النبي عليه الصلاة والسلام ننك هبين كاس قيام ليلة كذا وعلي دم بيجي وح هريدا أيلا لقيا وليه نعم إن وحيسكوا على نفسي علم هذا ذنوب كبائرت من الرقية سقائرت للرقية قارو حلي سقائرت كبائرت والرقية ما دمرك ليري سلام هي حتى مرك لي سلام هي مرك ليري أولي السلام ونمضى جرتو إلهي وحمع عقابها بينكاس للي هي أيو حلي حتى كبائرت حتى ويكون جرتا علماء يرين إلهي سبحانه وتعالى فضل هذا الصورة قار أو يسود جي صورة القدر الله سورة إن أنزلناه سورة القدر
صورة قاسة لشرفها اللغة مقعبة ليري هبان وانقاس. نعم، ولذلك أن هبين وحوالي قفك مستقبل كي تحدديس قفك إلهي جعليها هبين كاس أيو وفرق وددو وددو مراي وغان كرا إنو قاتم ديس حمان نقنيسو إي قاتم في عن إنو نقنايو هبين كاسو كال أغا كرا سيدو كالي وحالي هاي وحي قاس أطا أمد محمد أمد محمد عليه الصلاة والسلام أي للقدر إلهي قاس سي عد كالي ومدها كالا لن لما الصينين أي أركيسا سبط الوسي محتا هاي إلهي وفضل جيسوي سبطه إلهي ودور أمد محمد عليه الصلاة والسلام إنو هبين قرآن كسودك أي هبين كاس أي إلهي ودعاك أقبله وهبين كاس أنت قاسي أنصوص شغن أنت قيم أنصوص شغن وقفك كهلايو وحالي هاي إلهي وحقوق تلقى لي أسفل جيسوا سبب كان الله شجع الله ماذا وحليين لأن قصر أعمار أمة محمد ما دام النبي عليه الصلاة والسلام شجع أعمار أنبياء دتك النجوه الرئي صدح بقول صناء وكون صناء جارين لكن أنا ما بين 70 تضباطنا أنا تضباطي لحد الأول حينا ما دام لحد تضباطنا أول حينا أيوه وحليه هاي إلهي بدل النسية إن هلس مع هبين وعبادة جودتي إن سديت إن صدح صناء وضي ويا الجرو أعمال أو كلا دادي سجاري إن هالكاس أجر كاس لغو قرو أي اللي هذا نعم قيل كل شيء أنا سوحوا ليه العمل في ليل القدر وعملكم حوية أمرك لقبناك أبين كاس وحوا ليه وحاكم يذو ليه إن الصدقة والصلاة والزكاة كل هذا صدقة بحسد ألف وعوائم ألف شهري كخربانتاي هدي أد الصلاة كتت هدي أد الزكاة بحسد كل ألف شهر كن صنع أي كخربانتاي أيو ليه ان وسديد سدح سنسان شاغنا ولذلك ان دد بدن ايا وخي 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 ليهن وخا لا جيرو ان هبين كاس وخي ودغنتا العمل في ليل القدر يعادل 38 سنه يو افر اي شيغان افر بلود اي شيغان لكن وسيده صحه وخا وي ان عملك صحيح عملك كلجيسا انتاس اجر اكو هيليسا ايا صحه. نعم ليل القدر هذن وخا ليه ما دماتو وقيامها إلى قيامها أي سعنيسة وباقي هانيسة وهبين كقفال بضن هبين هذا سنة مجرته أنت سنة هبين كستو هبين كجمعها هذا هبين كها هذا ذو الحجها هذا وعلي هبين كاس هبين كغير بضن مجرى اللي هي وإذا وأفضل ليلة القدر قالوا علماء ذا وحكم مرمان كليه هبين كإسراء النبي قال إلمي وليل معراج ما فل بضن ما سوى فل من ليلة القدر لكن قول كراجح وحوي هاي سيدو الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخي ان 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 النبي عليه الصلاه والسلام حقي سوف افلي بدن هبينك لدلمي لكن امده وحا افلي بدن ان هبينك لقدر كا اي افلي بدن صعب. نعم ان وحلي الى مركه هبينكاس غورمه وي هبينكاس هذا اساس انت سوف كشغني ليل قدر وتحديد كده غورمه بالضبط يا لم حددين اله سبحانه وتعالى واقري هبينك انت او وحلي هي علماء إلا لحظة أفر قول يا قبان هبينك تحديد كذا معايا الإيجو وقلها يا بينك مر سنة هرا دع ذا لا أركي أي الله قياس قادنا لكلية لكن الصحيح وحوي إلهي سبحانه وتعالى إنه يري أن النبي ونو شيء ونو يري أن طبعا كوجودن بيسه لك راديو ويري طبعا كوجودن بيسه عشر أواخر ولذلك رواية كلمة حلال هاي أن وتر كلك راديو ترى كيسي كلك راديو أو طبعا كذا لكن سيا وتر كهذا ما بالأوجان كرم حد عي ذا سبدي صومي هل بري أحد صدق صومي وتر كود ما قرنيس ما سواء قالوا كله الرجع قارن هل مالنا هو الرجع قارو أدم بين ياكو كله كسيمرك وحلي مركت طبعا كنك طبعا كوجود نبيس ده هدي وحه بال إنه هلايو أي حقيقة ولذلك إن وح إن مركل ده هاي طبعا كوجود نبيسه وحه وحبته وح 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 وسيف أبوي لكن إن وحلي هاي وح أن الرجينيا وحل الرجينيا إن لجر هذه لباتن إيو تضبط ساسي أنت بضع علماء دهان وحيرجع لكن وحكى لا تقول كل راي ويجورجور هسا رمضان كهر هذه لا تتضبط كانوا حلقة لا تكون إلى نقطة كان كل إلى لباتن يشن نقطة كان كل إلى نقطة ترد وترك يمرك سنقنا يسعيد وكسيجا لكن مكو كان سبين كستون كست لا تتضبط من غناي ولذلك سيف النقطة طبعا كذب إن كود داشيت أيارون لكن وحنوش يا عليه الصلاة والسلام إن لذا علامات لذا أنت علامات كاس أقولين إن وحلي هي إن 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 علامات وحكمي ذكو وحلي لتطلع الشمس سبيحتها لا شعاع لها صباح ذا سجال وعلى صوت نافير علامات كلام نوعي قارن عوي أنت بدل مركي دعو حلي إني للقدر هذا الأوجانا للقدر إن للقدر إني أهد أي الأوجانا يا
oo waxa la subaxdaas quraxda waxay soo baxay taaliir kulayl badan ma laha shucaac ma laha ayaa leeyahay. Walidaalik xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam muslim ayaa xadiiska cadi wuxuu leeyahay sabiixatu lilqadr tadlacu shamsu laa shucaaca lahaa yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam, quraxda waa soo baxaysa subaxdaas shucaacna ma laha, kaanaha tisnu xataa tartafic ilaa ay kor ka soo baxda wuxuu leeyahay mid qabow ay noqonaysaa oo shucaan lahayn. Sababta maxaa la yidhi shucaaca ka qaada maxay tahay? Waxaa la yidhi likasrati sucuudi wanuzuuli xarakati lmalaa'ika, maadaama iyo tanazulu malaa'ikatu ruux la yidhi ee waxaa leeyahay xarakaa dhulka ka socoto habeenka kuu soo degay dhanaa habeenka subaxdii korayo oo samadooda u naqanayo, marka naqashadaas waxay keenaysaa marka qoraxda inay daciifto ay khafiift naqato ay wax gubin ayay leedahay leeyahay. Oo qaarna waxay leeyihiin malaa'igta garbaheedaaba qarinayo waxay qabow u tahay macnaha kulaylka oo macnaha aftiinkeeda uu daciif u yahay shucaac aan u lahayn, waxaa leeyahay malaa'igtaas oo korayso oo samada ku laabanayso ayaa qarinaysana waa la sheegaa. Sidoo kale waxaa lagu kartaa leeyahay yadlacu lqamru fiihi fiiha midlu shaqa jafna, habeenkaas marka habeenka waata hadda calaamadii hore subaxii ahayd mugta qoraxda soo baxaysa, habeenkii qofku wuxuu arki karaa qoraxda bil guureyso, arki karaa bil guureyso oo uu leeyahay xadiiska abi hureyra wuxuu leeyahay qaal wuxuu yihi tadaakara leylatu lqadar ayay ka sheekeysteen asxaabtii cinda rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ayukum yadkur xiina talaca alqamar, xalay bisha ma aragteen mise ahayd ha maaragtay wahuwa midlu shaqa jifna ku tilmaamay nabigu calayhi salaam. Xadiiska imaam muslim soo wariyay shaqa jifna waxa ula jeedaa jifnadu waxa la qasaca sida qasacad bisha inuu gasac ku jiro ama ay sanduuq ku xiranta oo kale ayaa loo maleeya bisha, saas camal ay naqanaysaa ma aragteen uu yidhi. Naam, oo nus qeyb nus ka mid ah dayaxa inuu dhambalmo oo aada aragtid inuu wax ku jiro sanduuq oo kale ayaa uu yidhi. Sidoo kale waxa la habeenkaas waxaa la yidhi kuleelna ma jiro qabowna ma jiro, muctadal waaye habeenkaas oo kuleel badanna ma jiro, dadka meelaha kuleelaha degan iyo dadka qaboobaha deganba laa qabowna ma jiro kuleel badanna ma jiro, jawiga muctadil waaye ayuu yidhi. Xadiiskaasna sheekh ibnu khuseyma soo saaray, sheekh albani saxiix wuxuu leeyahay leylatun wuxuu leeyahay dalqatun laa xaaratan walaa baarida, habeenkaas tasbixu shamsu yowmaha xamraa daciifa, qoraxdana waxay soo baxaysaa iyadoo gaduudan oo daciifa ayay soo baxaysaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay laa yurmaa fiiha binajmin, naam, calaamadaasna waa la sheegaa oo ah inay kuleelka ahayn, inaha leylatun balajatun oo munayiratun mudiicatun riwaayada ahayd, wuxuu laa xaara walaa baarada laa yurmaa fiiha binajmi, najmi lagu tuurayna wax mala macnaha macnaha wuxuu la jeedaa laa tara fiiha shahfu tursil ila shahfa, macnaha sidaan la socono xidigahan ama shahaabtan shaydaanada lagu tuura samada ay looga soo tuura soomaha shihaaban rasadan ayadu qur-aanka noogu sheegtay, habeenkaas waxaa shaydaanka xataa lama tuura maxaa meel uu jaans uu ka helay malaha, taasaa lala jeedaa. Sidoo kale calaamadahan laakiin shardi miya in la arko si loo arko leyla qadarka maya shardi maaha, habeenka aragtideeda ninka waxaan hadda aan soo sheegna arkin macnaheeda ma dhiga leyla qadar ma arkin, waxyaaba badan lagu arkaa. Sidoo kale dadka waxay sheegaan calaamaad oo khuraafaadaa jira, dadka ay sheegeen waxay kuleeyihin maalinkaas geedaha waa soo daadanayaan alashtaar tasqud dhulka geedaha waa gogo-ayaan, kaas daliil looma hayo, wax daliil looma hayo, waxay ka dhahaan biyaha oo badda macaanu naqana waa quda idin khuraafaad waay, wax daliil looma hayo, waxay leeyihiin eeyaha yeera habeenkaas alkilaab tanbax wax ka jira male, wax daliil looma hayo, malaa'igta dadkay salaamaysaa dadkay salaamaysaa ma jiro, waa soo degaysaa waa caddahay laakiin waa salaamaysaa meelay ku soo aroortay malaha, dameerada waa qaylinayaan iyadana ama ma qaylina dameerkan ma qaylinayo iyadan wax dilin loo haayo male, kullahaas calaamaadkaas hadda aan sheegnay kuwii hore waa sax aan xadiisee lahay xadiisteedan waa sheegay, laakiin tan wax xadiis leedaha male male. Sidoo kale leylatu qadarka ma la arki karaa, ilmu lagu arki karaa, ha waa la arki karaa, waan sheegnay dayaxi waan sheegnay nuskiisa oo qasac ku jiro kale sanduuq ku jiro qofka arka habeenka dayaxu guuraayo waa la arki karaa layidhi, waxaa kalaa ninka arkti aan ku arkin il riyaa lagu arki karaa, habeenka markaad jiifatid aad duceysatid fajarka intaas usoo kicin haddii aad aragtid oo adigoo lilqadarka calaamaadka hadda aan sheegnay waa la arki karaa iyadana waxay yihiin kuu la arki karo axaadiisaana sheegtay kuwaas oo kale. Sidoo kale labadaba adigoo aan riyana wax ku arkin laakiin nicmada shucuurtaa ka dareemaysa inay ducadaada ilaah aqbalay xalay inuu lilqadarka ilaah ku waafajiyey ayaa dareemaysaa alixsaas wa shucuurna waa lagu dareemaa ayaa la leeyahay iyadana. Walidaalika wuxuu leeyahay ibnuqayim ibnu taymiya raxmatullah aleyh shekh islam wuxuu leeyahay waqad yakshifuha allahu libacdi nnaas, dadu ilaahay dadka tusi karaa fi lmanaami ku arki karaan ow liyaqday ku arki karaan fayara anwaaruha
نوركيدو أركي كرا وح نورو أركي كرا ويرى من يقول له أما قهبين قال له قفوا لي كرا وح عاول القدر واي لكته وح لوشي كرا سواء إلهي سبحانه وتعالى قلبي يسأيوح